في وزير اقتصاد ووزير ماليه وفي رئيس وزراء, يعني وفي تنسيق مع البنك المركزي, ما بيعملش بالفراغ, هو بيعمل بالتنسيق مع رئيس الدوله, هو في النهايه صاحب قرار فيما يخص النقد, ما قلناش حاجه, لكن قراره في النهاية بيقص في اعتباره احتياجات كل الدولة وكل المجتمع وكل الاقتصاد ومصالحه. طيب دلوقتي بدأ القرارات بإيه؟ بأنه قال لأ الخمسين ألف بالشهر, قال لك الخمسين ألف بالنسبة للشركات تبقى 250,000 في الشهر, في الشهر يعملوا إيه 250,000؟ ما يعملوش حاجة. فبالتالي إدى رسالة سلبية أن الإصلاح ما لا يمتلك الجرأة اللازمة لحل تراكمات الماضي اللي قبل كده, كويس. وقال ال 250,000 برضو قيدهم بسلع, باستيراد سلع أساسية ومنتجات أساسية, وهنا يجب أن نتوقف تعريفها. لأن هنا التعريف في ظل إجراءات أصدرتها ووزارة الصناعة والتجارة لترشيد الواردات, وقرارات كلها صدرت الفترة اللي فاتت لترشيد الواردات, يجب ان احنا نعرف ان التطبيق داخل البنوك وفقا لتعليمات البنك المركزي مقيد وغير مفتوح. يعني كان الشركة بيتم عنها بحث مين الشركة دي وبتحط ايه السلع, لا ده جانب زي ما حضرتك بتقولي. قالوا الشركات الاول المستوردين من يستورد لابد هنضع قواعد جديدة لمن يحق له على العملية الاستيرادية. تمام. وهيتم تنقية المستوردين, وانا بالمناسبه هذا الامر كان يجب ان يتم من سنوات, تنقيه المستوردين, فلذلك يجب ان لا يتداخل مع عمليه سعر الصرف والنقد الاجنبي وتقييده, انا بقول لحضرتك. فبالتالي الاصلاح كان جزئيا, جاء بعد ما قال 250,000 قال طب ممكن يبقوا مليون دولار للشركات اللي بتصدر ولها احتياجات استيراديه علشان تنتج سلع للتصدير. يعني حضرتك الحلول دي المواد تساعدها في ان هي تنتج السلع في الداخل, تنتج سلع. فبالتالي الحل بدا يكون اكثر مترددا, رساله متردده, رساله وكاني عاجز عن الاصلاح الكامل لشيء ثبت في راي كل الاطراف العامله في السوق انه مضر وانه مزعج وانه غير ايجابي. هو التقييد اللي هو التقييد ممكن يكون نبع من في مصانع ابتدت تقفل, في عمال ممكن يصرفوا. انا بقول لحضرتك القرار, انا بقول ازاي القرار, قرار وليد لا قرار متردد, قرار كان يجب ان يكون يلغي ما تم منذ سنه. طب ما هو حل ممكن اقول لك ان هو ما البنك المركزي ما عندوش رفاهيه توفير العمله الاجنبيه. واحنا حد طالب البنك المركزي ان هو يوفر العمله الاجنبيه للناس, هو القرارات السابقه على القرارات المقيده كان البنك المركزي ملزم ان هو يوفر العمله الاجنبيه للناس. كان حضرتك الناس بتروح تشتري من السوق الموازيه, او سميها انا بدللها واقول السوق الموازيه, هي السوق السوداء, السوق الغير رسميه. أيوة. بس هي رسميه من خلال ان هي مكاتب الصرافه او شركات الصرافه الرسميه المصرح لها من الدوله, هي اللي بتتم من خلالها المعاملات لا اكثر ولا اقل. يعني البنك المركزي اللي اوجد الازمه بالقطع. انا رايي انا بزعم ان انا خبير من قراره اللي اتاخد من سنه. انا بزعم ان محافظ البنك المركزي والبنك المركزي صنع أزمة في مصر للنقد الأجنبي ما كان يجب أن يصنعها على الإطلاق, وأنه يتحمل المسؤولية كاملة, وأن القرارات اللي أصدرها البنك المركزي من سنة عليها 100 علامة استفهام, لأنها لا تدخل تحت خبرات الدول الخارجية الشبيهة بالأوضاع المصرية من قريب أو من بعيد, وأنها تتعارض مع الخبرة المصرية. يعني أنا عاوز أفهم, حكومات المصرية على مدى سنوات طويلة كانت حكومات كلها ومحافظي البنك المركزي ما بيفهموش. يعني لو رجعنا كل النظم, احنا قدام سياده محافظ البنك المركزي السيد طارق عامر, خطوه بخطوه احنا لسه هنشوف خطوات لتوفير العمله الصعبه او لتوفير الاحتياطي الاجنبي او زيادته حتى. وحضرتك برضو حضرتك بتطرحي عليا, مش معني ان هو يوفر العمله الصعبه مره ثانيه. انا بقول برضو يعني الافراط في تحمل مسؤوليه توفير العملة الصعبة للأطراف المعاملة في السوق مش مسؤولية البنك المركزي؟ لا, ليس مسؤولية البنك المركزي في ظل الظروف اليقينية أن موارد البنك المركزي الرسمية الموجودة المتوفرة لا تغطي كل الاحتياجات. طب مسؤولية مين؟ صدر هيجي لك عملة, اللي ما بيصدرش حضرتك ما بيصدرش هنا بقى يبقى أنت كدولة ما قيدتهوش, ما حطيتيش قدامه قيد.
يبقى انت كدوله ما حطيتيش قدامه قيد، انت كدوله فتحتي امامه الابواب وفتحتيها طبعا بشكل منظم. انا بقول ما حدش بيفتح الابواب كده على البحر يعني. فتحتي الابواب وقلت له اذا انت وفرت ده بحضرتك قلت لي نموذج ان هو يكون عنده حصيله صادرات، في ناس ما عندهاش حصيله صادرات. طب في يا جماعه تحويلات المصريين اللي عاملين في الخارج مش بتيجي تحويلات المصريين اللي عاملين في الخارج؟ طب ما حضرتك ما سمعتش في الفتره الاخيره على قصه مكاتب الصرافه التابعه للاخوان اللي بتحول العمله؟ شوف حضرتك انا الكلام الامني ده، انا الكلام الامني ده في الاقتصاد، في الاقتصاد معلش انا ما بفهموش. انا اللي انا افهمه ان نتيجه قرار هشام رامز الاخراني اللي من سنه ده، ها عشان برضه نحلل صح، انا اللي هو التقييد اللي وصل كانت النتيجه ايه لما تبص لمؤشرات النقد الاجنبي في مصر، ان تحويلات المصريين اللي عاملين في الخارج، وده قاله طارق عامر من كام يوم، قال لك ان تحويلات المصريين اللي عاملين في الخارج ما جاتش هنا قلت. ايوه، وقال لك ان المعاملات المصريه، ما احنا لابد يكون عندنا شفافيه، كانت تتم من الخارج. يبقى حضرتك ما فيش حد هيقعد يعني حد بيشتري منهم العمله في الخارج وبيحولها بالجنيه. لا يعني هو في الاخر كان بيجي بيستنى العمله لحد ما تيجي هنا اي مستورد ويروح يشتريها ويخش البنك الاهلي ولا بنك مصر ولا اي بنك عامل في مصر ويفتح حسابه ويفتح اعتماده الاستيرادي ويتم معاملاته، مش كده؟ ده الطبيعي لانه يعيش على الارض المصريه ويتعامل مع البنوك المصريه. لما انت منعته بانه يفتح حسابه هنا يغذي حسابه بالاصح بالنقد الاجنبي ومنعته انه يفتح بالتالي اعتماد استيرادي، مش كده؟ ما هو ما عندوش في حسابه نقد اجنبي، والبنك اللي هو بيتعامل معاه ما فيهوش ايرادات بالنقد الاجنبي تستطيع ان هي تفتح الاعتماد الاستيرادي. فهو هل هيضرب لك تعظيم سلام وهيقفل كل المستوردين والمصانع قفلت؟ لا، راحوا اشتروا من المصريين في دبي وفي ابو ظبي وفي عمان وفي كل الدول العربيه النقد الاجنبي اللي هو مدخراتهم، وفتحوا اعتماداتهم الاستيراديه من بنوك هذه الدول. يعني شوف بقى، شوف الحركه، شوف اللي تم بقى عشان تعرف مدى الفزع ومدى عدم الانتظام ومدى الامور الغير سليمه اللي تمت. عشوائيه حصلت نفسي. شوف العشوائيه اللي تمت ويجي يديله هنا، ما هو كان الفلوس بتيجي هنا ويشتريها منه هنا ويديله النقد الاجنبي هنا، غير هنا وكله هنا. هو العمليه برضه النقد المصري بيدفع هنا، انت عشان تاخد دولار لابد تدفع قدامه نقد مصري ولا مش لابد؟ طبعا. ولما تتحدث عن مبالغ شديده الضخامه يبقى انت تتحدث عن مليارات الدولارات وعشرات المليارات الدولارات، وتتحدث في نفس الوقت عن اضعافهم من مليارات الجنيهات. فهذا الامر قد يكون زي ما انت قلت ان حد من الاخوان ممكن ان نتهم او مجموعه من الاخوان، ده اعلن كده بشكل صريح. انا بقول لك ما انا ما قلتش تكهنات، وانا ما منفيش ان يحدث هذا. ما انا لا انفي في التحليل الاقتصادي، لان التحليل الاقتصادي يجب ان يكون علمي وان ياخذ كافه العناصر وكافه المتغيرات اللي ممكن ان تكون موجوده في السوق. قد يكون هذا موجود، قد كان موجودا من قبل اطراف معينه، ولكن حجمه ايه بالنسبه لمجمل السوق؟ ده السؤال اللي انا بطرحه. والسوق اذا كان السوق خرج من هنا وفقا لهذه القيود وتم التعامل به في دبي وغيرها والامارات طب فتح الاعتماد بره وتجارته خلاص اتنقل ارضها ولا بيقدر يدفع؟ لا لا، هو بيدفع بقى ضريبه. هو عمل عن طريق بنك هناك اعتماد استيرادي باي دوله في اوروبا او داي بتاع، والسلع هنا، والانفويس في الاخر اللي هو بتاع الاجراء اللي بيتم بالنسبه للافراج الجمركي. اصل الافراج الجمركي بيجي ايه؟ ان انت يجي لك جواب من المورد الخارجي او المصدر الخارجي ليكي حتى يتم السفينه، نزول السلع من السفينه وحتى يتم السماح بخروجها. فدي اجراءات بنكيه فنيه بتتم دفعه ده اكتر من كده. في حاجه اسمها ويسترن يونيون اللي هو التحويلات النقد الاجنبي. تحويلات النقد الاجنبي ديت مفروض ان هي في النهايه تحويلات لافراد، يعني ناس مصريين عاملين في الخارج او واحد عاوز يبعت لواحد حوالات وحاجات من كده، تحولت في ظل هذه القيود الى وسيله لسداد قيمه
سلع وارده فكان يتم ايه؟ كان في قيد ان انت ويسترن يونيون ما تقدرش تحول عن طريقه في اليوم اكتر من 7000 دولار. فانت استوردت مثلا حاجه من الصين ب 700000 دولار، فتبدا تعمل عواله. شوف على مدى كام يوم، كل يوم 7000 دولار. يعني حاجات فكاهيه وحاجات الشكل. يعني المشهد ده بين قوسين، وما اعرفش ده توصيف صحيح ولا غلط، وحضرتك صححوا لي. المشهد العبثي ده او الفوضوي ده، ده توصيف صحيح ليه مبدئيا؟ ده توصيف اكيد ليه. طب مين السبب فيه؟ وهل يعني احنا دايما نتباهى بان احنا عندنا خيره العقول المفكره في المجال الاقتصادي وخيره الخبراء في المجال الاقتصادي؟ اذا كان المشهد بالتوصيف ده عبثي وفوضوي وكان مردوداته سلبيه على مصر زي ما شفنا، مين السبب فيه وليه تم بالشكل ده؟ وهو ده علامة استفهام كبيره. وانا هاذكرك ان احنا قعدنا مع بعض واتكلمنا في هذا الموضوع، وقد تتذكر ان انا كان لي اعتراض كبير على تقييد النقد الاجنبي، وانت انا يعني بقول لك يعني زي ما انت بتقول، هناك خبراء في مصر محدش يقدر ينكر خبرتهم، هناك علماء في مصر محدش يقدر ينكر علمهم، وهو العلماء والخبراء دول موجودين في الجهاز المصرفي، يعني مش خارج الجهاز، مش بعيد عن صنع القرار، مش بعيد. لا، في فرق ان هم موجودين وان هم ما لهمش في صناعه القرار. طب انا عاوز اطرح عليك في الموقف العبثي دي صوره برضه عشان نستكمل. من ضمن لما جابوا طارق عامر محافظ البنك المركزي، هو في النهايه والبدايه هو تلميذ لفاروق العقده محافظ البنك المركزي ايام حسني مبارك وبعد الثوره، زي هشام رأس، كان هما الاثنين نواب لمحافظ البنك المركزي، يعني هما الاستاذ واحد والمدرسه واحده وكل حاجه واحده، وده مش عيب، يعني قد لا يكون عيبا، لان لكن انا بقول لك ان هم مش خارجين عن مدرسه. البعض بيرى ان هي مدرسه لها من الخبره ولها من المعرفه، والبعض بيرى ان هي افسدت وانها اضرت وان هي لها مشاكل كبيره في الجهاز المصرفي وفي النقد الاجنبي وحاجات كده، لكن دي الصوره الموجوده. فانا عاوز اقول لك ان السؤال، طيب دلوقتي عملوا حاجه اسمها مجلس تنسيقي بالاضافه الى محافظ البنك المركزي الجديد، عملوا له مجلس تنسيقي عشان يضمنوا ان القرارات ما مش هو بيتحمل مسؤوليتها بس. مجلس التنسيقي ده فيه مين؟ رئيس الوزراء، وفي وزراء الماليه، وفي وزير الصناعه والتجاره، وفي مش عارف المحافظ السابق.